ان شاء الله غادي نشارك معكم فكره مطبخيه رائعه جدا لشهر رمضان المبارك. نحتاجو مول ديال كاب كيك اولا فناجين ديال القهوه كما كتشوفوا وكاس ديال العلبه ديال اتاي. يلا معايا باش تكتشفوا الفيديو. نحتاجو في المقادير 4 ديال الزلايف ديال الدقيق الابيض، غادي نعبروا بنفس الزلافه كلشي الزلافه اللونيه. هنا درنا 4 ديال الزلايف ديال الدقيق الابيض، غادي نزيدو عليهم رشه ديال الملح، غادي نزيدو رشه ديال الثوم بودره اختياري كده واحد المذاق زوين. كذلك هنايا عندي رشه ديال بودره الطماطم حتى هي اختياريه. بالنسبه للزيت غادي نعبروا زلافه هي الزيت، وغادي نخدمو هاد المكونات، نحاولو نبسبسو الدقيق بالزيت. صافي، من بعد ما ندب جات لينا الزيت مع الدقيق غادي نضيفو البيضة. وغادي نبداو كنضيفو في الماء، عمرت هنايا نفس الكاس اللي عبرت به الدقيق، غادي نبدا نضيف بالتدريج شويه بشويه، وانا كنحاول نعجن نجمع العجينه ماشي ندلكها، يعني غير نحاول نجمعها. صافي، غادي نكتفي بهذا القدر هذا ديال الماء، تقريبا شاط ليا من الكاس هذا الشيء هذا، يعني عينكم ميزانكم على حسب كذلك الدقيق اللي مستعملين. كاين الدقيق اللي كيحتاج سوائل اكثر، كاين اللي لا. غادي نجمع هذا الماء مزيان، غادي نغطيها بالسلوفان وندخلها للثلاجه ترتاح واحد نصف ساعه على الاقل. هنا ديالنا ها هي من بعد ما ارتحت غادي نطلقوها لهبا، شويه ديال الدقيق هي قد ما ارتاحت قد ما كتجيكم يعني مزيانه. كما سرحت العجينه مزيان كيف ما كتشوفوا، السمك ديالها يعني ما يكونش رقيق كما كتشوفوا 1 سنتيم على الاقل. غادي نستعمل المول ديال الكاب كيك. اول حاجه غادي ناخذوه غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت، غادي ناخذ واحد القطعه اللي غادي نستعملوها اللي تكون كبيره على هذا المكان هذا كما كتشوفوا، هي اللي غادي نقطعوا بها. غادي نرش شويه ديال الدقيق على هذا المول هذا باش ما يتلصقوش لينا ويجيونا ساهلين في التحييه. غادي ناخذ هاد الدوائر ديالنا بهذا الشكل هذا، نحاول نحطوهم. خديت هنايا واحد الكاس وغادي نبدا نقاد به هاد العجينه هذه، غادي نحاول نبقى ندخلو بهذا الشكل هذا باش تجمع لينا العجينه على المول كما كتشوفوا، يعني كيسهل بزاف. ثم مره غادي نرشو الدقيق بهذا الشكل هذا وكندخلو حتى كنحس بان العجينه شدات الفورمه بهذا الشكل هذا، راه كي يعني كيسهل الماموريه الشكل. صافي، دابا راني درت الفرن كيتسخن على درجه حراره 200 درجه، وهنا غادي نبدا نتقب العجينه باش ما تنفخش وتفقد يعني الشكل ديالها. كما قلت لكم الفرن الا كان كهرباء يديروا على 200 درجه، وغادي نطيبهم على 180 من الفوق، العافيه تكون غير من الفوق فقط. واذا كان فرن غازي يعني العافيه تكون مجهده، ومن بعد غادي نقصوها.
بالنسبه للناس كذلك اللي ما عندهمش حتى المول ديال الكاب كيك، فممكن انكم تستعملوا الفناجين الخاصين بالقهوه بحال هذا اللي يكونوا ديال البديع المغلي، ما تخافوش عليهم في الفرن. قطعت هنايا دوائر كما العاده، غنرشهم بالدقيق، وقطعت هنايا دوائر وغادي نوضعهم هكذايا فوق من الفناجين بهذا الشكل هذا. كتشوفوا وغادي نحاولوا نجيبوا الكاس وندخلوه نفس الطريقه. هادو غادي يجيو شويه صغيورين ولكن حتى هما كيجيو زوينين في المنظر. الكيش ها هما جبتهم من الفران، انا راه حمرتهم شويه ولكن من الافضل انكم يعني تخليهم هكذا بيضين ما تحمروهمش، كطيبوهم غير نص الطياب باش من بعد كديروا فيهم الحشوه. هانتوما كما كتشوفوا راه كيجيو شادين الفورمه ديالهم. دابا هادو راه طيبين نص الطياب، من بعد ملي كديروا لهم الحشوه راه كتكملوا لهم الطياب ديالهم، راه كيزولوا بكل سهوله. خرجتهم من الفرن. بالنسبه لهادو اللي كانوا في الفناجين، هم هادو زولتهم وقلبتهم باش يعني يطيبوا حتى من الداخل كما كتشوفوا، هيتهم كاملين هما كيجيو الشكل ديالهم حتى هما يعني زويون. بالهادو اللي كانوا في الليمون راه بالزربه كيزولوا. صافي هما هادو غادي نعمرهم دابا. واحد الفيله بالنسبه لليكيش هو انهم ما تجيوش توضعوا عليهم الحشوه ديريكت، ديروا واحد الطبقه ديال الجبن، اي نوع ديال الجبن عندكم، باش هكذا كتحميو هذيك لاباط ما كيوصلهاش الحشوه وما كتفزكش وكتجيكم معجنه، يعني هكذا كتبقى مقرمشه. غادي نوضع هنايا الفرماج. بعد ما درت لهم الحشوه والفرماج بالفوق غادي ندخلهم باش يطيبوا. بالنسبه للحشوه راه كتبقى اختياريه، غندخلهم يطيبوا من الفوق وكذلك يزيدوا شويه من التحت ونتلاقاو. صافي غادي نديرهم في المجمد، راه ما تيبقى وقع عليهم حتى شي حاجه، كيبقاو مزيانين وقت ما بغيت نطيبهم غادي نجبدهم. كيش ها هما خرجتهم من الفران كيف ما كتشوفوا كيتحمر لهم الوجه ديالهم و يعني كيجيو طايبين مزيانين كما كتشوفوا. راه الا درتو الفكره اللي قلت لكم فكيبقى لكم يعني القاع ديالهم هكذا يا ناشف وكيجيو مقرمشين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيش الميني والكيش الميني الكبير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يكون مفيد ويكون خفيف ظريف عليكم. ما تبخلوش عليا بلايك اشتراك في القناه وتبارطاجيوها في الفيسبوك والواتساب، وشكرا لكم على المشاهده. خليتكم على خير وبسلام عليكم.